صباح الخير لكم أكيد مشاهدينا من جديد، لكل الأشخاص اللي انضموا لنا إن شاء الله يومكم بيكون حلو ومليء بالطاقة الإيجابية. ضيفنا صار موجود معنا بالاستديو عبد الرحمن الحسامي، خبير اتصال استراتيجي. هل زاد العنف والسلبية بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا مواقع التواصل الاجتماعي خلتنا مدركين أكثر لكل إشي عم بيصير حوالينا؟ أنا نقول له صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور ستي، الله يعطيك ألف عافية. صباح الخير ستي، وأنا بشكر تلفزيون أردني على هاي الاستضافة. يمكن أول مرة بحياتي بطلع لسه عم بتقولنا أول مرة أنا بطلع على الشاشة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ستي فيك. برجعا يمكن للسؤال، لو أنه نسأل حالنا، هل إحنا لو حللنا هاي البيانات والحوارات والمنشورات على مواقع التواصل بهذا العدد الكبير، عم نحكي قاعدين عن آلاف ملايين الحوارات، هل هي عم تعطينا انطباع لشيء؟ تعطينا توجه ولا لا؟ بتقريبا بعام 2010 اختلف في العالم طريقة الدراسات. كانت الدراسات كلها تعتمد على استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز اللي هي فوكس جروب، واليوم انتقلنا لأداة جديدة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. بخلال هاي الفترة صار عدة انتخابات رئاسية في العالم، صار عدة مواقف سياسية كانت تعتمد على شو انطباع الناس مبني على السوشيال ميديا. اجت كورونا، تضاعف تقريبا الاستخدام للسوشيال ميديا بمقدار 200% استخدامها. هذا كلياته عم بيعطيك محتوى وتوجه للناس، وعم بيعطيك برضو كمان شو انطباعهم، مين بيحركهم. هون اجت اهميه انه عن جد تحلل انت محتوى السوشيال ميديا. كل قادر، كل شخص قادر انه هو يحلل مستوى أو الأخبار اللي عم تيجي على السوشيال ميديا. يعني بالفترة الأخيرة شفنا أخبار كتير صارت، وللأسف نكتشف شيء والحقيقة شيء. فلهي اللحظة لسه عم ننخدع عبد الرحمن بالأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. هي هنا يعني بتيجي أهمية التحليل، وتيجي أهمية مؤسسات مختلفة سواء قطاع خاص أو قطاع عام بتوضيح هاي الـ يعني هاي الأمور. قبل يمكن في عام 2019 أطلقت الحكومة منصة حقك تعرف، كانت مهمة صحيح. جدا حتى طبعا. توضح وكانت الإشعار. فعليا لما تطلع الخبر بهدى الجانب السلبي. اليوم في منصة اسمها أكيد، بعتقد أنها ممتازة صحيح. هاي منظمات لازم برضو منظمات المجتمع المدني شوية تتحرك بهذا المجال. على المستوى الشخصي أكيد لازم أنت دائما قبل أي معلومة توصلك تأكد منها، اعمل بس دقيقتين دور شوف هل عن جد هاي المعلومة حقيقية ولا لا. يمكن هنا اللي كثير مهم، مرات بتوصلك رسالة بتعتقد أنه الدنيا قايمة فعليا، تطلع عليه بيكون موضوع كثير صغير، بتعمل عليه شوية سيرش يعني بحث عليه على الانترنت بتلاقي موضوع مش موجود بكلياته من أصله، بس هي وصلتني الرسالة، أنا ما تحققت منها، قمت بنشرها مرة ثانية. فهنا قاعد أنت بتغذي قاعد من السلبية. عملنا دراسة عنا على مدى عام في الأردن على موضوع الحديث عن الجريمة. وهنا يعني تأكيد على كلامكم، من تقريبا من شهر 3-4، من نهاية 3 بداية 4 ارتفعت بشكل تقريبا أكثر من 50% ارتفعت الحديث عن الجريمة. هذا شو صار يعمل؟ صار يجي ناس يتنافسوا بوضع محتوى على الجريمة. مرات في أشياء مش موجودة في الأردن، مرات في أشياء خارج، بس بدهم مشاهدات وفيوز عالي 100%. هذا مباشرة بده ينقلني لسؤال، اللي هو وبحسب خبرتك وتحدثت عن دراسات، فأنت مطلع يعني وعندك دراسات وخبرة، ليش الناس أكثر إقبالا على هذا المحتوى السيء التافه اللي بلا معنى، وهدول المؤثرين أكثر من إقبالهم أحيانا على المحتوى الجيد؟ ليه؟ يعني أعطيني تفسير منطقي من وجهة نظرك كخبير. يعني هو في يمكن سببين. أول شيء في تقصير بشكل عام من أعداد الأشخاص اللي بيطلعوا المحتوى الإيجابي، نحكي بشكل عام. معقول في مواقع
الاعلاميه، منصات الاعلاميه يعني لما احنا عملنا احد التحليلات لاحد القضايا، هي المنصات الاعلاميه هي اللي كانت نسميها الاجنده ستر، هي اللي كانت تنتج المحتوى والناس بتتابعه. فانت عم نحكي قاعدين لو وجدنا كثير يمكن في دول من العالم بتحط قوانين لهالموضوع، شو المحتوى اللي بده يطلع على هاي المنصات. انت لما تفتح اليوم واحد من هالمواقع الالكترونيه وعم بتشوف جريمة سرقة، بصير نا إرادي أنت عندك المحتوى قاعد بتخلقه بهذا الموضوع. الجزء الثاني اللي هو كتير مهم، اللي هو طبيعة المحتوى الإيجابي للأسف ما بنتعب عليه وإحنا بننتجه، فهو مش جاذب لي بالمرة. بتطلع عليه والله هذا الرقم، هذا الشخص أخذ على جائزة، ما بحكي عنه كثير، بس يصير ترند بصير أحكي عنه. هذا جزء. الجزء الآخر المحتوى السلبي بشكل عام بالعالم كلياته، وليست عندنا بس بالأردن، بكل العالم المحتوى السلبي له قبول أكثر. الفضول هذا موجود عند الإنسان عند الناس. فبصير بده يعرف أكثر، بصير بده ينشر أكثر. شفتوا هذا الفيديو؟ شفتوا؟ ما بيحكي يمكن مرة واحدة عن شغلة إيجابية، بس بيحكي عن 10 فيديوهات سلبية. وشفنا المثال اللي صار قبل فترة، الشخص اللي نزل إنه متوفي على موقع التواصل الاجتماعي كان حسابه رقم وزاد تقريبا 200 ألف متابع. اللوم علينا إحنا عبد الرحمن، إنه إحنا أنا قعدت أفكر إنه طب ليش ضافوا شخص توقعوا إنه هو ميت؟ بدي أشبه لك إياها بشغلة هيك أبسط. بالسابق ما كانش في سوشيال ميديا، شخص بيطلع على الشارع بيهتف، بصير في حوله ناس، بيهتف بشكل أعلى بصير عليه حوله ناس، ممكن يزيد من حديثه، ممكن يزيد على حوالي ناس فقط للفضول وليس يمكن حبا فيه. ما هو شو الفضول لما أنا أتابع شخص متوفي؟ ما رح ينزل إشي بعد هيك. هما لأنها صار في الحوار دم لاحظتي كان في نوع من الحديث، هل توفى ما توفى هذا شيء. ولو تشوفوا أنتوا خلينا نحكي، وهنا كتير مهم اللي بسموه جينيريشن زي، هذا اللي هو اللي بعد العام 2001 مواليد تقريبا. هدول خلينا نحكي بمرحلة مختلفة عن المراحل اللي إحنا بنفكر فيها. صحيح. يعني ما بيعدش مرتين قبل نفكر بطريقتهم حتى نقدر نفهم بالضبط. بس هذا يعني الحديث اللي حضرتك تفضلت فيه من شوي هو إذن مشجع ومحفز للأشخاص، إنه ما هو بصير عنده إحباط فبصير يقول لك معناته لازم أعمل فرقعة سلبية عشان أنا أتابع أو أنشاف أو أصير ترند، لأنه أنا عم بعمل منيح وبشتغل وبتعب وبشتهد وبقدم إشي صح ومش عم بوصل. وهذا بالتالي تأثيره بالنهاية وين يكون؟ في المجتمع الصغير والأكبر والأكبر، وبدها تصير ممارسات عادية. تمام. هلا ستي إحنا هنا لازم يعني يمكن نمشي على 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي موضوع التربية الإعلامية، بعتقد أنه موضوع كثير مهم والكل صح لازم يدعمه. صح بصراحة. صح جدا. لأنه موضوع أنك أنت يجيك خبر، يجيك إشي تتأكد منه، تعرف أنه هذا كاذب هذا صحيح، هاي يعني بعتقدها مسؤولية الكل، سواء العائلة أو المدارس. وهي اليوم إحنا بلشنا يعني بالمدارس قاعدين بيعملوا التربية الإعلامية. صح. بس بعتقد حتى كمان الثقافة العامة تصير تتحول للموضوع. هون عم نحكي عن على الجانب المجتمعي. الجانب الآخر اللي هو، أو بعتقد مش 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 كثير ناس يمكن خلينا نحكي بيحبوا هذا الشيء، ولكن يجب شوي القوانين تكون شوي صغيرة فيها، لازم يكون في ضبط يعني أكثر ضبط من ناحية محتوى تخرجه. بتصور إنسانة هسه توفت بجوا المستشفى ماسك الموبايل وبتصوره، هل هذا لو حطينا كل موضوع الأخلاق على جنب هل هو هذا المحتوى؟ هو بده تشريعات منظمة. وهذا الحكي يمكن أنا قريته مبارح أو أول مبارح، أنه هيئة الإعلام أعتقد عم تشتغل على مشروع بهذا المجال. صحيح. واللي هو قوانين منظمة وترتب تنظم كل الأمور كافة مع المؤثرين على الأقل في موضوع السوشيال. والجانب الثالث هو كثير مهم، نفس شركات مواقع التواصل الاجتماعي بعض الدول فرضت عليها بعض الدول أنه أنت تراقبي. في ألمانيا، في تركيا، في أكثر أغلب الدول الأوروبية، في محتوى يخالف قوانين هاي الدولة
هذا بيتم حذفه من قبل شركة فيسبوك، من قبل بالزبط. شركة تيك توك، من كذا، بدون ما يطلع عندي على دولتي، طلعوا على أي دولة ثانية، بس أنا دولتي بخالف قوانيني هذا المحتوى. أيوة. أنت فتت على أراضية، فأنا بيسموه جيولوكيشن بلوك. هذا عملته بالتوافق ما بين الدول والشركات نفسها، فهي المسؤولية مشتركة، مسؤولية مجتمع. بس أريد في دول تعمل عقوبات للأشخاص، دول الخليج، دول عربية، بتعاقب الشخص اللي ممكن ينزل محتوى غير لائق أو ممكن يسيء لأشخاص تانيين، 100% وبيدفعوا مبالغ وغرامات كبيرة لحتى ما ينعاد هذا الموضوع مرة تانية. عشان هيك بتلاقي في انضباطية، وعم نحكي عن أنتوا يعني سألت سؤال بالبداية عن موضوع السلبية. ما هو اللي بيغذي قاعد المحتوى السلبي ما مش شايف فيه رقيب، مش شايف فيه قوانين تردعه، فبالتالي هذا كلياته قاعد يتحرك. هلا اللي كثير مهم اليوم، احنا لازم ندرس هاي الملايين من الحوارات، ندرس الملايين من التفاعلات، ونشوف شو توجهات الناس، ليش عم بتوجهوا بالتفصيل في الموضوع هذا. وهون عم نحكي قاعدين على اليوم في علم جديد في الموضوع هذا اللي بسموه سوشيال ليسنينج. هذا السوشيال ليسنينج بعتقد انه الجميع يجب أن يستفيد منه. حتى التلفزيونات لما بدها تتأكد من الأخبار على حجم الأخبار برضو كمان ممكن تستفيد منه. سؤالي الأخير لإلك عبد الرحمن، لأنه الوقت داهمنا، العنف، هل مواقع التواصل الاجتماعي لما إحنا بنسمع عن جريمة وبتتصور هالجريمة بتشجع أشخاص تانيين يعملوا الجريمة على نفس المسار؟ لأنه عم بنشوف مثلا مثال مصر، الصبية اللي انقتلت، لقينا بعدها نفس السيناريو تكرر على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. برأيك السوشيال ميديا بتأثر؟ بالتأكيد ستي، بالتأكيد أنها بتأثر. وكان يمكن قبل الحلقة حكينا أنه الجريمة كانت موجودة، مش ما كانتش موجودة وصارت موجودة على السوشيال ميديا، ولكن هي زادت من، صارت للأسف اللي عنده هذا المرض الداخلي انه يعمل جريمه، دخل عززت عنده وشجعته. هو انا ممكن اخلي هذا الموضوع راي عام، فخليني اعمل هالجريمه. للاسف يعني بمصر شفنا حادثه، عندنا هنا في الاردن شفنا حادثه، بعتقد القوانين والتشريعات الصارمه ممكن تمنع من هذا الكلام كله. اكيد، واحنا يعني فعلا بانتظار يكون في عندنا، الان هو مشروع ولكن ان شاء الله بيتم تطبيقه على ارض الواقع كقانون يعتمد عليه الجميع. كل الشكر لوجودك، واهلا وسهلا فيك، بقيت نهار سعيد ان شاء الله. شكرا شكرا.